أسعد الله مساءكم بكل خير ورحب بحضراتكم. بالأمس تحدثنا مع فضيلة الدكتور حول مفهوم الحاكمية وعرفنا هذا المصطلح الإسلامي وتعرضنا لعدد من الآيات الكريمة التي تؤكد على أن الحكم لله وحده سبحانه وتعالى وأمور كثيرة من بينها أننا في بلدنا في مصر القوانين التي نعمل بها وتحكم وتفصل بين الناس هي بالأساس مستوحاة ومستقاة من الشريعة الإسلامية ومتطابقة مع الشريعة الإسلامية. وتحدثنا مع فضيلته حول فكرة تعطيل الحدود في القوانين المعاصرة حاليا وكذلك رد فضيلة الإمام بالأسباب التي أدت إلى هذا وهو غياب الشهداء الأمناء الذين يمكن أن نعتمد عليهم في عصرنا الحالي عكس ما كان في السابق حيث تكثر الآن فكرة شهادة الزور والاختلاط في الأفكار واختلاط الأوراق بين الناس. يعني اليوم نستكمل مع فضيلتي هذه القضية ونتعرف فيها على أمور أخرى وتفاصيل أخرى حول الحاكمية، لكن في البداية أرحب بفضيلة الإمام العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعان. أهلا بكم فضيلة الإمام. أهلا بكم وسهلا. أهلا بفضلاتكم فضيلة الدكتور. في مفهوم الحاكمية أو من هذه الآيات التي تستند بعض الجماعات التكفيرية فيها لتكفير المجتمعات هي الآيات التي جاءت في سورة المائدة في بدايات سورة المائدة والتي تتحدث أنه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بعدها بآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وبعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لكن حينما نتأمل هذه الآيات، هذه الآيات نجدها للوهلة الأولى لا تقع في المسلمين وإنما كانت تقع في الشريعتين اللتين سبقتا الإسلام من اليهودية والمسيحية وليست الإسلام. فهل يمكن أن نأخذ هذه الآيات وهذا الحكم الرباني على أمة الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذه الآيات نزلت في أهل الكتاب ونحن من أهل الكتاب لأن لنا كتاب. نعم. فهي تتكلم بصورة عامة، ما أراده الله للبشر لم يأمرهم بالكذب، ونحن في الدولة الحديثة لم يأمر أحد في البشرية رعيته بالكذب، مش المسلمين فقط، ده المسلمين وغير المسلمين. لم نرى مسلما حاكما من لدن محمد علي وهو المرصود عندنا بالدقة وبالتسجيل اليومي التاريخي أمر الناس ألا يصلوا، أمر الناس ألا يصوم، ألا يحجوا، ألا لم يحدث هذا. أين هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله؟ الحكم بغير ما أنزل الله أن نأمر بالمنكر وأن ننهى عن المعروف. دلوني أيها الناس من غير ضجيج ومن غير افتعال ومن غير كلام كذابين قد ملأوا به الأرض ضجيجا حتى سرك المسلمات. عندما حكم القضاء المصري على الجماعة الإرهابية وأغلبهم غياب والغائب لا يدافع عنه أحد بأنه 500 واحد إعدام وبأنه كذا إلى آخره، تحدث معنا أناس في الخارج بالبداية التالية: أنتم تعرفون أنها قضايا ملفقة، أهذا هو العدل؟ أهذا هو حكم الله سبحانه وتعالى؟ هذا فسق. قلنا له كيف هذا؟ والقضاء له تسلسل وتراتيب وشرحنا لهم التراتيب والتسلسل فسكتوا، لم ينطقوا بكلمة. هؤلاء الناس يكذبون فيصدقون أنفسهم ونحن نحكم بما أنزل الله. ويأتي السؤال: وما شأن الحدود في بر مصر وهم يكفرون من يطبق الحدود في العالم؟ المملكة العربية السعودية يكفرونها أيضا ويكفرون حكامها وينتقلون إلى أشياء أخرى. إذن هذه حجة من أجل نوال الحكم فقط وليس من أجل نوال حاكمية الله، لأن أحدا من الناس لم ينهى الناس عن أركان الإسلام ولا عن فروض الإسلام ولا عن واجبات الإسلام ولا شيء من هذا، ولا دعا الناس إلى المحرمات ولا أمر الناس بترك الواجبات ولا بفعل المنكرات
لم يحدث وليس هناك، هذه أوهام. فنأتي إلى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وإن كانت قد نزلت في سياق أهل الكتاب لكننا نحن أيضا من أهل الكتاب. القضية ليست أنها نزلت في أهل الكتاب فإذا نحن رفضنا حكم الله نكون براء، حتى بعدها وحكم بما أنزل الله إليك. نعم. فهو إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، وربنا سبحانه وتعالى كلنا راضين بحكمه، راضين بقضائه، راضين بالخير والشر الذي علمنا إياه. في طبعا في ما يسمى بالنيو إيج أو العصر الجديد أفكار ضد الإله وضد وضد الأخلاق وضد المطلق وضد كذا إلى آخره، لكن نحن لا دولة ولا حكومة ولا شعبا نؤمن بهذا ولا نتخذ هذا سبيلا لنا، ولا حضرة القاضي وهو يحكم وقد تشبع بالإسلام وبحضارة الإسلام لا يحكم بعد هذا التشبع بمثل هذه الآراء الفاسدة الكاسدة من إباحة الشذوذ أو إباحة الانتحار أو إباحة القتل الرحيم أو إباحة العدوان على النفس بغير حق، لا يحكمون بهذا. فإحنا بنقول أن هذه الآيات حق، وأن هذه كلمة حق لكن أريد بها باطل، وأننا من أهل الكتاب لأننا من أهل القرآن. فكل ما وجه الله سبحانه وتعالى به أهل الكتاب فنحن مندرجون تحته، نمتثلون لأمره ونفعل ما أمرنا الله به، ونحن راضون تمام الرضا بهذا ابتغاء وجه الله وابتغاء عمارة الدنيا وابتغاء نوال سعادة الدارين. لكن هؤلاء الخوارج كما وصفهم ابن عمر ذهبوا إلى آيات أنزلها الله في المشركين، مش في أهل الكتاب بقى، لا في المشركين، في المشركين. فحملوها على المسلمين. دي قضية تانية بقى، هم دول البلاء الآن. الحاكمية لما بعض الناس في الفيسبوك امبارح بيقول لي طيب يا مولانا احنا اقتنعنا خلاص أن البرلمان المصري ناقش وأنه في قوانين سبتمبر سنة 49 المدني والجنائي اعتبر أن هذا العصر عصر شبهة وقاس على ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه، فماذا تقول يا مولانا لو أن المذنب اعترف بذنبه؟ صحيح صحيح. احنا دلوقتي بتقول لي الشهود، عشان الشهود لا ما فيش شهود، واجه وسلم نفسه وقال على فكرة يا جماعة أنا معترف بالذنب أو متلبس بالجريمة أو متلبس بالجريمة، لكن أصل التلبس بالجريمة هيدعي فيها الجهل. لو كان بيسرق حاجة هيدعي فيها أنه لا يعرف، ولذلك لما جات البنت زانية من البادية فعمر بن الخطاب قال نقيم عليها الحد دي ولا إيه؟ فعلي بن أبي طالب قال أراها لا تعرف هذا الشيء. لا تعرف حد الزنا، لا تعرف الزنا أصلا. هو اللي عملته ده اسمه زنا، وإن الزنا قصاده حد وإنه كذا وإنه حرام، ولا تعرف ده ولا ده ولا ده. البنت كانت في حالة واضح فيها الجهل. إحنا لأن إحنا قرينا الإجابة على سؤال الأولاد اللي بيقولوا طيب جاء معترف، تمام. لما قرينا وتشبعنا بكلام سيدنا وقرينا السنة ومسند أحمد، لما قرينا مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق عشنا في جو تاني الناس يظهر مش عايشة فيه، مش كلنا نعرفه، مش كلنا نعرفه. لأن سيدنا عثمان بن عفان يؤتى بالسارق فيقول له أسرقت؟ قل لا. ايه ده؟ وبيقول لي ايه؟ ايه الرسالة اللي بعتها لي انا وانا في سنة 1436-2015؟ بيقول لي ان ربنا خلق هذه الحدود وانزلها وحكم بها من اجل ان تكون رادعة. طب الواد نسي نفسه واخطأ، خلاص اسرقت؟ قل لا. وفي ذات المصنف ابن ابي شيبة مسندة إلى أبي بكر ومسندة إلى عمر. وليس ولكن أليس هذا يعني بمثابة أو ما يوازي الشفاعة في حد من حدود الله؟
تتصور انه لا، لانه جاي عن الخلفاء الراشدين المهديين الذين امرنا رسول الله صلى الله عليه. ما هو هنا لازم تتصحح بقى المفاهيم. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين فهمكم انتوا ولا عايزين فهم الاكابر ممن نصحنا رسول الله ان نكون في اديانهم وان نتشبث بسنتهم؟ طب هو السنه هي كده، أسرقت كله وبعدين هنروح ليه؟ بعيد لسيدنا عثمان، ده سيدنا النبي لما جاله ما عايز يسلم نفسه. نعم. نعم. فأشاح بوجهه 4 مرات ومش عايز يسمعه من جريمة الزنا. ايه بقى ان شاء الله؟ نعم. هتتهم سيدنا بإيه ان شاء الله؟ لا حاشا لله، حاشا لله وحشاه. نعم. عليه الصلاة والسلام معلم الأمة، معلم البشرية. نعم. وبعدين اسمع بقى الكلام اللي في التاني. ماعز رضي الله تعالى عنه صمم، قال له طب بس انا ايه بينك مجنون، وراح محوله على الكوميسيون الطبي. واحد دلوقتي من النابتة هيطلع يقول هو كان في كوميسيون طبي ايام النبي كده يعني، عشان الناس ما تفهمش. حوله اللجنة. نعم. حوله لمحكمي من اهله. نعم. الواد ده مجنون مش كده؟ ها مجنون صح. كانوا بس يقولوا له صح، يقولوا له وكان خرج من حد وخرج. لا قالوا له ده عقلنا واحكمنا. الله دي ضاقت. يبقى هو معترف 4 مرات. نعم. مكان ال4 شهود. نعم. ثم انه كده طيب اهله بيشهدوا ان هو عاقل يعني. ابتدى معاه بقى في لعلك فاخذ لعلك. نعم. قبلت. لا ما انت مش واخد بالك. بيتفتح له بابواب. لا اللي لازم انا عملت كده اقم عليه الحد. الشيء بقى التاني بقى اللي بيعلمهن لسيدنا اللي جاي اهو، انه راحوا علشان يقيموا عليه الحد، فلما اتخبط حصوايا في دماغه كده وحط كده اترعب، فقام جري نط من الحفرة وجري، فجري وراه وقتلوا. فلما رجع سيدنا عمر قال له شوف الواد وسخ الهدوم بتاعتي من الدم وبيجري ابن اللذين، قال له طب هل لا تركتم؟ هل لا تركتموه؟ فأخذ الفقهاء جواز رجوع المذنب عن إقراره ما دام في حد من حدود الله. فإن شاء الله هيجيلي بقى دلوقتي وحضرته سلم نفسه وخدته الجلالة كده بتاعت التوبة، وبعدين بعد ما حكم القاضي عليه بالحد المقرر في القانون قال له على فكرة أنا كذاب، فوجب علي شرعا أن أنا ألغي الحكم. ده في حال تطبيق الحدود مش في وضعنا الحالي. فلازم ألغي الحكم كده. فكل الحاجات دي كانت أمامهم وقالوا يا جماعة لازم نفهم الأمور بطريقة تانية. على فكرة بنكرر ونعيد ونزيد، إحنا لا نمنع من الفهوم الأخرى. إحنا مش بفعلنا هذا بنعترض على المملكة العربية السعودية في اختيارها لإقامة الحد نصا زي ما هو كده، ولا بنعترض على إيران التي قالت يوقف للملائمة موجودة هو بس يوقف للملائمة العالمية، ولا على باكستان التي قضت المحكمة العليا بأن لا يحكم القاضي بالقانون، ألا يحكم بالقانون اللي فيه الحدود. نعم. ولا بنعترض على السودان التي أوقفت المسألة وإن كانت في القانون، ولا بنعترض. إحنا مش بنعترض على التجارب. إحنا بنقول إن التجربة المصرية إسلامية 100%، ولنا أن نعترض عليه. واحد يطلع من أساتذة الشريعة ويقول لي لا أنا مش مقتنع بكلامك ده، أقول له تفضل اتكلم قول ما فيش مانع، ولكن ما تكفرنيش ولا كفر. لا دي حاجة تانية يعني. لا ما هو القضية اللي بيننا وبين النابتة كده. القضية اللي بيننا وبين الخوارج والجماعة الإرهابية هو كده، وعايز يكفرني ليه؟ عشان الأستاذ أبو الأعلى المودودي قال إن الهدف الإسلامي هو إقامة الحكومة الإسلامية،
لا يا سيدي، الهدف الإسلامي ده. رد عليه مين بقى؟ أبو الحسن الندوي. رد عليه مين؟ وحيد الدين خان من داخل القارة الهندية. وقالوا له إزاي يعني؟ عمر ما كان هدف الإسلام هو إقامة الحكومة ولا تولي الملك ولا الأشياء دي كلها، ده يؤتي الملك من يشاء، ده هذا الأمر لا نوليه من طلبه. فأنتوا يا أيتها الجماعة الإرهابية، ربنا أمركم بمش كده من اللي انتوا بتعملوه ده، ولكن التلبيس والتدليس. ما هو إبليس سمي إبليس من إيه؟ لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. المفاجأة اللي شفناها لما قرينا التاريخ وقرينا التفسير وقرينا السنة وقرينا الفقه وقرينا كله ده، أن الحدود لم تقم في مصر من أكثر من 1000 عام. من ألف عام. ليه؟ لأن شروطها الشرعية غير متحققة. يبقى اللي هيفضل إيه؟ أن تنص في القانون بس، والقاضي مش هيعرف يطبقها، عشان المذنب هيطلع منها. فقال بالشكل ده مع فساد الشهود ومع فساد الأحوال ومع التباس العصر بلاش منها، نوقفها مثل ما أوقف سيدنا عمر رجل الدولة الأول في الإسلام والخليفة الراشد الذي أمرنا أن نتبع، نوقفها مثل ما أوقفها عمر، مش نعترض عليها يعني، مش نعطلها تعطيل إنكار، بل نوقفها إيقاف انتظار. طيب مولانا عزيزنا حضرتك، بعد الفاصل احنا كده عرفنا ان مسألة الحدود، عرفنا ما فيها من مسألة الاعتراف والإيقاف لأسباب إجرائية معينة متعلقة بها، ولكن هل الحاكم أن يعطل أشياء أخرى من الشريعة غير الحدود؟ وهل نحن في مصر ما الذي نأخذه وما الذي نتركه من الشريعة، أو ما الذي نعطله أو نوقفه من الشريعة؟ ابقوا معنا.